عماد متعب في قلعة النادي بالجزيرة. كرة لهدف أول من ضربة جزاء ترجيحية أمان شريف كرامي. معنويين الأهلي فوق، معنويين الأهلي خير، ولكن ننتظر. يمشي بالكرة دلهوم ويحطها 1-0. مهمة جدا الكرة الأولى اللي سجلها دلهوم، معنويا يخلي الوفاق على الأقل ينسى السيناريو القاسي نتاع جدا يفرح بالخواتيم. كرة بين مؤمن زكريا وسفيان خضيرية. كرة عن طريق إمام الزكريا من 11 متر، كرة 1-1 ولا تبقى 1-0. يتقدم اللاعب الشاب للنادي الأهلي مؤمن زكريا. هذه المرة 12 في تاريخ الكؤوس الإفريقية الأهلي يمشي ركلة ترجيح، ربح 7 مرات وخسروا 4. يمشي بالكرة مؤمن يحطها، هدف لهدف للنادي الأهلي. 15 شريف إكرامي عنده دور كبير، ملول القائد الآن في كرة سجل الهدف الثاني. 2 لانتونت 1 النادي الأهلي. فما قوة شخصية وكاريزما فريق لحد الآن من أول تسديدتين شاطوا مليح. لا أدري إن كان شريف في ركلات الترجيح بينافس قوة لآخر الشوط، سنرى ونتابع. الآن الثاني حطها له، نعم 2-2 بأحلى فنيات من عبد الله السعيد. عبد الله السعيد على اليمين، خضيرية عامل بحيرة على اليسار، والكرة في قلب المرمى وفي لغة الشباك وبلغة ورد وفاق الجزائر عن طريق بنياتو. بنياتو وشريف، بنياتو وكرامي، بنياتو حتى جول. يا ولد يا ولد يا ولد، بنياتو بكل الثبات، بكل الثبات نبات في نبات. بكرة ولاديد هو الحارس خضيرية. أمس ينجح متعب في تعديل الكفة من جديد وتأثيث مشهد الإثارة للخواتيم للكرات القادمة للضربات المقبلة. يمشي متعب، يتقدم عمدة، حطة حطة عماد. سدت العمر يا كرامي، كرامي بوه يقول له تلوح من هنا، امشي لها من هنا، ومشي لها والكرة، ولكن لم يصدها يا كرامي الكبير. كرامي الوالد لم يكرم ابنك شريف في هذه الكرة. ابتعاد، هل اقتراب ام ذياع؟ يمشي وحطها. برافو يا سعد، سعد سعد يحيى سعد. 4-4 من النادي الاهلي، 4-4 من النادي الاهلي. الإثارة تتواصل، الإثارة تتواصل يا مام افريكا. السوبر للمرة الخامسة بركلات الترجيح، والمرة هذا المشجع يتأمل ماذا وجدت. يمشي حتى تريزيجيه بكل الصعوبات، ولكن كرة في الجول. 5-5 أصعب ضربة جزاء هذه الأخرى على تريزيجيه، لأنه كان في شريف. يمشي 13 عميري، الأخر بالعميري، هذا عميري ويعمر دارك يا عميري. 6 ستيف، 5 النادي الأهلي. وصلنا 5-5 ولا 6-6؟ 6-5، 6-5 الوفاق ستيف. تبع معايا، تبع معايا، فماش جرافيك نتاع متابعة وشكون يشوط. نهائي سوبر افريقيا يا عزيزي في 2015 في عهد الهاش دي. تمشي الكرة في السوبر كاب، كاب رقم 24. باسم علي، تجرح والداوي ولا تجرح تجرح. تمشي كرة في ركلة سادسة للنادي الأهلي. يمشي باسم علمي، باسم علي، لونتوف 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 لونتوف، بطل افريقيا للسوبر لونتوف دو ستيف. الوفاق الصيفي نسور الهضاب، حققت اللقب بأكثر إثارة. الله